أهلا بكم. رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية سائب عريقات يقول: سنذهب إلى مجلس الأمن في سبتمبر لطلب عضوية فلسطين الكاملة، هذا حق قانوني وسياسي وأخلاقي، فإذا استخدمت الولايات المتحدة الفيتو فسنعود إلى الأمم المتحدة لطلب رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو، وبعدها سنعود إلى مجلس الأمن مرة ومرتين وثلاثة لطلب العضوية الكاملة. وأكد عريقات أن الرئيس عباس سيحمل ملف طلب العضوية بنفسه إلى مجلس الأمن بصفته الرئيس الفلسطيني ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. المعارضة السورية تشكل هيئة وطنية تضم 25 عضوا من إسلاميين وليبراليين ومستقلين، وتدعو إلى عصيان مدني للإطاحة بنظام بشار الأسد، وستلتقي الهيئة لتعيين لجنة مؤلفة من 11 عضوا في محاولة لتعزيز الروابط بين جماعات المعارضة المختلفة. وفي السياق، قتل مدني وأصيب 4 آخرون برصاص قوات الأمن في منطقة البوكمال أثناء تشييع جنازات قتلى جمعة أسرى الحرية. وقال شهود عيان إن نحو 100 من أفراد استخبارات القوات الجوية وأفراد أطقم 4 مركبات مدرعة على الأقل انضموا إلى صفوف المحتجين في بلدة البوكمال الحدودية في محافظة دير الزور. استقالة وزير الخارجية المصري محمد العرابي في خطوة تسبق التعديل الحكومي الذي سيعلن عنه رئيس الوزراء عصام شرف، الذي اختار نائبين له، أحدهما من قادة أقدم الأحزاب السياسية في مصر والآخر خبير اقتصادي، وذلك في إطار تعديل وزاري جديد سيشمل معظم الحقائب الوزارية المهمة. وفي الشأن المصري أيضا، رجحت مصادر قضائية وأمنية أن تجري محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك المقرر أن تبدأ في 3 أغسطس في مدينة شرم الشيخ بسبب حالته الصحية. ثوار ليبيا يتقدمون باتجاه مدينة البريغا التي تحصنت فيها قوات معمر القذافي، في حين تواصلت المعارك في الجبل الغربي، وجدد القذافي التأكيد على أنه لن يغادر أرض الأجداد، رافضا بشكل قاطع الدعوات الدولية المطالبة بتخليه عن السلطة. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com.